السلام عليكم، مرحبا بكم في الحصه الخامسه من سلسله الشروحات الاعلاميه في الدرس ديال الوورد. ان شاء الله اليوم غادي نتعلموا كيفاش نصايبوا اون طابل دي ماتيير، يعني كيفاش نصايبوا واحد الفهرس. قبل ما نصايبوا اون طابل دي ماتيير خصنا اولا نقادوا لا ميزون باج ولا ميزون فورم ديال التكست اللي عندنا، ديال الرابور ولا الميموار اللي حنا خدامين عليها. يعني نصايبوا دوك لي غون تيتغ اي لي سو تيتغ، ونديرو نيميروطاسيون، نصايبو البي دو باج، ونصايبو لونتي دو باج، واي حاجه متعلقه بلا ميزون باج ولا ميزون فورم. من موراها غادي نمشيو للصفحه اللي خاصنا نديرو فيها داك الفهرس، يعني الفهرس كيكون من مورا كيكون قبل لانتروديكسيون. يعني نديرو هنايا كونترول انتري، يعني هنا فين خصو يجي، هنا فين خصو يجي. الخطوه الثانيه يعني كتكون عندي واحد الباج قبل كنحطها هنايا تكون خاويه. الخطوه الثانيه كنمشيو كنسيليكسيونيو العناوين، لان يعني العناوين خصهم يبانوا لنا في داك ديك لا طابل دي ماتيير مع الصفحه فين كاينين، ويكون داك الشيء اوتوماتيكمون. يعني ما نمشيش انا ندير داك العنوان وندير ثلاث نقاط ونشوف الصفحه فين جا، ولا مثلا الى درت شي موديفيكاسيون زدت شي عنوان ولا نقصت شي عنوان، خاص ديك لا طابل دي ماتيير تبدل اوتوماتيكمون، ماشي عاوتاني نعاود نموديفي من جديد. غادي نمشيو اول حاجه غنسيليكسيونيو دوك لي تيتغ اللي عندنا. نبداو اول تيتغ هنايا في هاد ليكزومبل، هذا هو هاد سيكسيون واحد ديفينيسيون اي تيب دو كونطابيليتي. غنسيليكسيونيها وغنمشي للريفيرونس، غنكليك على ريفيرونس وغنمشي للجروب الاول اللي هو طابل دي ماتيير، وغنكليكي على اجوتي لو تيكست، وغندير وغنديرو في لو نيفو 1. يعني دوك العناوين اللي هما يعني اللي هما كبار تنديروهم في لو نيفو 1، اللي من مورا هاد العنوان تنديرو في لو نيفو رقم 2. الا كان شي عنوان اخر صغير، مثلا كانت عندي هنا عندي اولا كبيره، هنايا عندي اولا صغيره، ومن موراها مثلا عندي ا، موراها عندي ا، كندير مثلا ديك ا في لو نيفو 3. دابا درنا هاد سيكسيون 1 سيكسيون 1 درناها في نيفو 1. بالنسبه للديفينيسيون دو لا كونطابيليتي غادي نديروها في نيفو 2. نفس الشيء بالنسبه للتيب دو كونطابيليتي، حتى هي غادي تكون في نفس النيفو اللي درنا فيه اولا صغير اللي هو نيفو رقم 2. سيكسيون 2 غنديروها في نيفو رقم 1. وبالنسبه لهادو حتى هما الا بغيتهم يبانوا عندي في السومير، حتى هما ندير لهم مثلا الرقم ديالهم هو مثلا 1. وهادو بوغ لو شيف دونتربريز، بوغ لي بوفوار، بوغ لي اكسيونير، نديرهم مثلا ا، ندير لي ا غير اكزومبل هذا، وهنا نديرو بي. وهادو اللي بقاو سي او دي. غنمشي للريفيرونس وندير اجوتي لو تيكست في نيفو نادا نيفو 2، تاهو بحال نيفو 2. بالنسبه لهادو اللي فيهم ا غنديرهم في نيفو 3، حيت هما غادي يجيو تحت من دوك الارقام اللي هما اولا صغيره وثانيا صغيره، يعني نديرهم في نيفو 3.
غنمشي هنا يعني نمشي لديك لاباج اللي درت قبيله ما فيها والو ونمشي ندير طابل دي ماتيير ونكليكي نختار هذا وتيخرج ليا اوتوماتيكمون وكتخرج ليا اوتوماتيكمون ديك لا طابل دي ماتيير لي صايبت. مثلا بغيت انا ندخل نيشان لهاد الصفحه اللي فيها لانتيغي دو لا كونطابيلتي شنو غادي ندير؟ غنمشي نكليكي فوقها يعني نحط فوق هاد الكاسور هذا وندير كونترول وكتجي كتجي هاد اليد هادي كنكليكي فوق انتيغي دو لا كونطابيلتي نيشان كيمشي ليا الورد ديك الصفحه اللي كاينه فيها اللي كاين فيها هاد العنوان ديال لانتيغي دو لا كونطابيلتي. مثلا بغيت لو دغوا كونطابل غنمشي ندير ثاني كونترول ونكليكي على دغوا كونطابل غادي يخرج ليا نيشان في الصفحه رقم 5. مثلا عندي الا بغيت ندير واحد الموديفيكاسيون مثلا هاد السيكسيون كتخبيت نحيدها ما بغيتش تبقى عندي كاع في داك الرابور اللي انا خدامه فيه وخصها تحيد لي اوتوماتيكمون من السومير من طابل دي ماتيير. يعني غادي نمشي لهنا غادي نمسح هذه ما بغيتهاش وغنمشي للريفيرونس وغندير ميتراجور لا طاب وكتمشي ليا ديك لا سيكسيون نيميرو 4 اللي كانت عندي حيت درت لا ميزاجور. لحد هنا غادي يكون ساليت الفقره ديال لا كرياسيون ديون طابل دي ماتيير. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا ان شاء الله. باقيين فيديوهات اخرين على افتتامه تاع الوورد. اذا كان عندكم شي مشكل صيفطوا ليا في الواتساب ولا في الايميل راه غادي نحطو في لا ديسكريبسيون.